بما ان يا دكتور بدأنا كلامنا عن الإصابات الخاصة بالحوادث الحاجات اللي ممكن نتعرض ليها بشكل يومي، زي الوقعات، زي ما قلت كبار السن ممكن يتعرضوا للوقوع مثلا في الحمام فيتكسروا، وقعة شهيرة جدا يعني بنقعها كلنا وهي وقعة السلم. تمام، نبقى نازلين على السلم ونقع، ناخد السلم من أوله لآخره وننزل على فقرات العمود الفقري، تقريبا اسفل فقرات العمود الفقري، فقرات السفلى من العمود الفقري. دي وقعة شهيرة جدا تمام. وبالتالي مفيش حد ما وقعهاش. الوقعة دي يا دكتور احنا ممكن نقوم منها حاسين بآلام شديدة جدا جدا جدا، لكن بنتحرك، يعني نقدر نتحرك عادي، ومع الوقت ومع مرور الشهور نبتدي نحس بآلام في العمود الفقري ما كناش بنحس بيها قبل كده. تمام، هنا بقى ممكن يكون حصل شرخ او كسر واحنا يعني معرفناش. تمام، بعني ايه يا دكتور؟ هو انا ممكن اقع ويحصل لي كسر او شرخ وانا معرفش، واتعايش مع عمودي الفقري بشكل عادي وطبيعي، واعمل كل مهامي اليومية بشكل عادي وطبيعي، ومع الوقت احس بألم واتشخص في الاخر ان انا عندي كسر في العمود الفقري ما كانش متشخص؟ بنقسمها لثلاث حاجات. الحاجة الأولانية الإصابة البسيطة، وبعدين الإصابة اللي ممكن تدي أعراض متأخرة، وبعدين الإصابة الحادة الشديدة. فلو عيان جاي لي عنده مشاكل لا قدر الله في رجلين، تنميل، خدل ما بيحركش، وألم لا يطاق، يبقى ده في حاجة كبيرة حاصلة، يبقى ده كسور حاد للعمود الفقري. طيب لو العيان جاني بإن أنا بحرك رجليا وقمت وقفت ومش عارف إيه وخدت أسم مسكن بقيت كويس وما عنديش حاجة بسيطة وخلاص الأمور مشيت، يبقى ده حاجة بسيطة في الأربطة، مع ربنا أكرم وما حصلش حاجة مشكلة كبيرة. طب لو انا بدات مشكلتي تزمن شويه، في حاجات في العمود الفقري ممكن تدي الم بعد شويه، زي الكسور الانضغاطيه للناس اللي هم كبار السن ممكن المه بعد شويه، هو ايه او مثلا شرخ الجزء الخلفي للفقرات بدي المه بعد شويه. عشان كده احنا حتى بنسال شباب يجي في سن 18 20 سنه يقول لك انا بقى لي سنه عندي الم ومش عارف سببه، يروح يعمل اشعه يلاقي شرخ في الجزء الخلفي للعمود الفقري، يبقى سببه نطه جاريه، ستريس، وضع معين، زود حمل مجهود زياده اكتر من الطاقه على الجزء الخلفي فحصل له هذا الكسر الموجود. والمشكله ان معظم الكسور دي حتى بتبدا مش حاده، يعني بتبدا بشكل تشققات بسيطه ثم تكمل الايه؟ تبدا تفتح وتزود المشاكل ده. عشان كده وبتكمل كمل طبعا تفتح نتيجه نتيجه الضغوط المجهود، اللي الضغوط عليها. والمجهود هو ما صحيح. ريحش، فالضغوط والمجهود بدات ايه؟ فعشان كده بنقول ان اي الام تستمر اكتر من 3 4 ايام 5 ايام وشايف انك لسه مش مستريح، لا شوف الدنيا رايحه فين، لان ممكن يبقى في فعلا مشكله احنا مش واخدين بالنا وتتزامن. وقلت لك برضه قبل كده العمود الفقري مشكلته انه ليه بناء تركيب معين زي شكل 4 العربيه كده، التركيبه دي لو اتغير نتيجه انضغاط الفقرات بياخد وضع مختلف. هو ليه كبير السن بتلاقيه محني لقدام؟ صحيح، لان الاربطه كلها شدت الفقرات الضعيفه لقدام، فبدات الفقرات كلها تنضغط من قدام، فبدا يحصل له اتب الخلفي ده. فنفس النظام الكسور لو ما اتعالجتش كويس هيبدا يحصل لي مشاكل بعد سنه واثنين وثلاثه في ان انا ابدا احس بالاتب ده او احس بالوضع والالم اللي مش راضي يخف. تهيألي دلوقتي كل اللي وقع الوقعة دي هيروح خلاص لا لو حاجه يعمل لو أشعة. الاعراض بسيطه خلاص، لكن لو الاعراض فعلا في الم لا، ولو بيتكرر الاعراض مستمرة وبتروح وبتيجي، لا يبقى طالما مش لازم بس كده بس كده طالما الاعراض مستمرة وبتاخد فترة مع مستمرة حتى لو كانت اعراض قليلة بس مستمرة في زمن، لا يبقى لازم نبص شوية أشعة، دي أبيض وأسود في أي مكان هتبقى مقبولة إن شاء الله يعني.